السلام عليكم ورحمة الله، طلابي الأعزاء في الصف السابع. هذه حل بعض التمارين البسيطة على درس المجتمعات والعينات. تابعوا معي هذه المسائل البسيطة والسهلة جدا، واكتبوا لي في التعليقات أي مشكلة تظهر معكم. سؤال أول: تريد إدارة متجر للكعك إجراء استبيان لتحديد النسبة المئوية التقريبية لزبائنه الذين يفضلون الدوام الجديد للمتجر. ما مجتمع الدراسة؟ ما مجتمع الدراسة يا أبنائي لمثل هذا الموقف؟ من يجيب؟ نعم، مجتمع الدراسة هنا هو جميع زبائن متجر. هذا مجتمع الدراسة، يعني المتجر عاوز يغير مواقيت العمل بتاعته أو يفتح إمتى والساعة كام، فمجتمع الدراسة هو الزبائن اللي بتيجي المتجر ده، هياخد منهم عينة طبعا عشان ياخد رأيهم. سؤال الثاني: أثناء مباراة مدرسية لكرة السلة وضع كل متفرج تذكرته في واحدة من مجموعة صناديق بعد المباراة، اختار المدرب 8 أشخاص لدخول غرف اللاعبين وأخذ صور معهم، ما العينة؟ هذه العينة، اختار المدرب 8 أشخاص عشوائيا، فالعينة هي المتفرجون 8 الذين اختارهم المدرب. أوكي؟ السؤال الثالث: أنشأ كل من جاسم وخالد عينة كما ترون عشوائية من طلاب الصف السابع الذي يبلغ عددهم 250 أي طالب في مدرستين. تتكون العينة الواحدة من 20 طالبا، يعني دي 20 طالب اهو عينة خالد، وادي عينة جاسم 20 طالب، ودي الأرقام العشوائية اللي اختاروهم، اللي اختار خالد أو جاسم، أرقام عشوائية زي ما شايف من 1 لغاية 250. تمام؟ كتب كل من جاسم وخالد الأعداد من 1 ل 250 على قصاصات ووزعها على أوعية مختلفة، ثم سحب كل منهم أعداد بشكل عشوائي. خلي بالكم مهم جدا كلمة شكل عشوائي دي حتى نفهم ما معنى عينة عشوائية، بشكل عشوائي. طيب، هذا كان ناتج يعني المجموعات. عندك أول أقل من 50، شوف عددهم عند خالد 7، من 50 ل 99 عددهم 3، وهكذا. السؤال هنا: صف شيئين تلاحظهما من العينتين المأخوذتين عشوائيا من نفس المجتمع. أول حاجة العينتين عشوائيا، أول حاجة في الملاحظات يا جماعة نكتب إن كل عينة مكونة من 20 طالبا، وده موجود أصلا في السؤال أهو. تاني حاجة يا شباب، نبحث عن التباين. هنقول في مجموعة جاسم يوجد تباين في أعداد العينة. تباين يعني إيه؟ يعني مثلا في اختلاف كبير، يعني الأعداد اللي من 50 ل 99 عددهم 7 طلاب، اللي كان من 200 ل 249 عددهم طالب واحد، بينما في مجموعة خالد فالتباين أقل. التباين يعني الاختلاف، التباين يعني الاختلاف، وده نموذج إجابة ممكن تروحوا عليه. نموذج إجابة: العدد 28 وحدة مشترك بين عينتين، العدد 28 أعداد موزعة في مجموعة، خالد بمقدار أكبر بقليل من مجموعة جاسم. يعني إيه؟ مجموعة الأعداد موزعة في مجموعة خالد بمقدار أكبر، موزعة في مجموعة خالد مقدار كويس، يعني لا يوجد تباين بين الأعمدة، ما فيش اختلافات كبيرة بين الأعمدة، إنما في مجموعة جاسم في اختلافات كبيرة في الأعمدة. و28 هو ده العدد 28، هتلاقوه موجود هنا وهنا. بصوا العدد 28 هنا عامل مشترك أو عنصر مشترك، هنا 28 أهي، و28 هتلاقوه هنا برضو عند خالد، فين أهي 28. يعني ممكن نقول عناصر مشتركة، ونقول كل عينة مكونة مثلا 20 فرد، ونقول يوجد تباين في مجموعة جاسم أكثر من مجموعة خالد. هذا هو الحل. السؤال الرابع: يرصد طلاب صف العلوم كمية الأمطار المتساقطة في يوم الأول من كل شهر على مدار سنة كاملة. ركزوا معايا على الكلام، لأن يعني الكلام هو اللي هيعرفك العينة اللي خدوها عشوائية ولا لا، على مدار سنة كاملة. وضح لماذا لا يمكن اعتبار دراسة كمية الأمطار المتساقطة في أول يوم، بس ركز معايا، من شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، 3 شهور بس. هل ال3 شهور دول يعتبروا عينة عشوائية من السنة؟ طبعا لا. طبعا السنة عينة عشوائية، لابد أن تأخذ عينة عشوائية من كل الشهور. أهو تختلف كمية الأمطار المتساقطة بين شهر وآخر، ممكن الأشهر دي تكون فيها كمية أمطار في السنة هي الوحيدة، بقية الأشهر ما فيش، ما ينفعش. أو ما فيش خالص أمطار هنا والسماء تمطر في أشهر مختلفة غير ذلك. المهم هذه أشهر 3 متتالية، يجب توسيع العينة على مدى أشهر السنة كاملة لتشمل أكبر عدد، أكثر من 3 أشهر. هذا هو الحل. هنقول هذه ليست عينة عشوائية لأنها تحتوي على 3 أشهر فقط متتالية من السنة. إيه رأيكم؟
طيب لتوقع أداء الطالبات في اختبارهن التالي، اختارت المدرسة بشكل عشوائي ثماني طالبات من الصف وأخذت متوسط علامتهم في آخر اختبار قمنا به. هل هذه العينة ممثلة المجتمع؟ لما يقول لك أخذنا بشكل عشوائي ثمان طالبات، نقول نعم هذه عينة ممثلة للمجتمع. نعم نموذج إجابة لأنها عينة عشوائية، أو أي أنها ممثلة. دائما العينة العشوائية يا أولاد ممثلة للمجتمع. السؤال السادس، لتوقع نتيجة تصويت الانتخاب أعضاء مجلس المدرسة، يستعمل أحد المرشحين أعدادا عشوائية اختيار 100 ناخب مسجل، اتصل بهؤلاء الناخبين وسألهم لمن ينوون التصويت، هل تمثل العينة المأخوذة في هذه المسألة مجتمع الدراسة؟ هل يعني العينة تمثل في أي مسألة مجتمع الدراسة إذا كانت عينة عشوائية؟ هل ذكر هنا أن الأعداد دي عشوائيا مسحوبة ولا لا؟ نعم، إذا نعم الإجابة نعم، إنها عينة عشوائية تمثل المجتمع. عرفنا إزاي؟ إنها أعدادا عشوائية. عشوائية يا جماعة مش معناها أي كلام، عشوائية معناها كل فرد في المجتمع له نفس فرصة الاختيار أو الظهور أو السحب. خلاص؟ فلما أنا أقف في الصف واختار أي طالب عشوائي من الصف، من قدام من ورا من نص الصف من أي طالب، هذه عينة عشوائية. إنما لو خدت أول 4 طلاب قاعدين في الصف الأول مثلا، دي ليست عينة عشوائية طبعا، لأن أنا استسهلت وخدت الطلاب القريبين مني يطلعوا على طول، إذا حاجة زي كده مثلا، أو إن أنا أختار أشطر طلاب في الصف عشان يعملوا معايا مهمة معينة ويعملوا بحث، هذه ليست عينة عشوائية. سؤال 7، أجرت بدرية اختبار قصير عند نهاية وحدة الإحصاء في كتاب الرياضيات، ينص أحد الأسئلة على أنه تم إجراء استبيان شمل 45 من أصل 900. دايما العدد الصغير يا جماعة هو العينة والعدد الكبير هو المجتمع طبعا. أنا سألنا 45 من أصل 900 زائر، أنا ما أقدرش أسأل ال 900 زائر، محتاج وقت ومجهود وتعب، وممكن زائر ما يردش أو مش عاوز يجاوب على الاستبيان، مشغول وقته مش ضيق عاوز يمشي، يعني مشاكل كتير تظهر لينا لما نحب ناخد المجتمع كله في البحث بتاعنا. المهم خدنا 45 كعينة من أصل المجتمع 900 زائر. خلاص؟ في معرض حرف محلي حول تكلفة الدخول إلى المعرض، أخطأت بدرية بقولها أن العينة في هذا الموقف 900. طبعا لا، طبعا أخطأت، العينة هي ال 45، ال 900 تمثل المجتمع، مجتمع الزائرين بتوع المعرض طبعا. إذا ما خطأ بدرية، خطأ بدرية أنها قولها أن الزوار الذين يبلغوا عدد 900 يمثلون مجتمع الدراسة طبعا، قولها أن الزوار الذين يبلغ عددهم 900 يمثلون مجتمع الدراسة. ما العينة هنا؟ الزوار الذين يبلغ عددهم 45 وتم إجراء المسح عليه. المسح يعني الأسئلة اللي احنا سألناهم يا جماعة، الأسئلة اللي احنا سألناهم. يبقى لما بدرية قالت إيه؟ العينة في هذا الموقف 900، هذا خطأ، الصحيح أن العينة تمثل 45، اللي احنا أجرينا عليهم المسح أو الأسئلة تمثل العينة. ينوي مدير أحد المسارح تجديد مقاعد المتفرجين، اختار المدير بشكل عشوائي، ركز بقى على الكلمه دي، 1200 شخصا من السكان الذين يعيشون ضمن نطاق 10 كيلومتر من المسرح. ما العين؟ اهو بدل هو اختار 1200، خلاص العينه هي ال 1200. شوف سؤال سهل جدا، يعني الاجابه موجوده اصلا في السؤال. اختار بشكل عشوائي 1200، خلاص هي دي العينه، خلاص انتهى الموضوع. تنوي مريم اخذ 4 طالبات كعينه عشوائيه، خلي بالك من طالبات صفها وعددهم 26، صف عملية يمكن استعملها مريم لإنشاء، ودي العملية موجودة عندك في الكتاب، ازاي نعمل عين عشوائية بأسلوب بسيط جدا. أول حاجة نرقم البنات، نديهم رقم، يمكنها أن تنشئ قائمة، أول حاجة قائمة ليست بالأسماء، زي في قائمة كده بأسماء اللي بناخد منها الغياب كل يوم في الصف. يمكنها أن تنشئ قائمة بأسماء كل الطالبات بحسب التسلسل الأبجدي، ثم تعين عددا لكل اسم، تقول 1 2 3 4 لغاية آخر واحدة رقم 26، وتختار 4 أعداد عشوائيا، كأن نكتب الأسماء على قصاصات ورقية ونختار 4 قصاصات عشوائيا دون أن ندري ما الاسم المكتوب على القصاص. هذه هنا أبسط طريقة لسحب عينة عشوائية من عدد معين. مهارات التفكير العليا، يتألف مجتمع الدراسة في مجتمع المدرسة من تألف مجتمع الطلاب من في المدرسة العادية من 100 طالب أعمارهم أقل من 13 عاما، و250 أعمارهم 13 عاما فيما فوق، فإذا ضمت عينة ممثلة في هذا المجتمع 20 طالبا أعمارهم أقل من 13 عام، ما العدد المتوقع؟ هنا يا جماعة هنعمل نسبة وتناسب،
انا عندي ايه هنا؟ عندي طلاب 100 طالب اعمارهم اقل من 13، هنكتب كده اكس اقل من 13 سنه، عددهم 100 طالب. خلاص؟ اهو. واكس اكبر من او يساوي 13 سنه، عددهم كام؟ الممثل اذا ضمت عين و250 طالب اعمارهم 13 عاما فيما فوق، اهو هنا 250. خلاص؟ ده المجتمع كله، ال 100 وال 250 دول ده المجتمع المدرسه كله. إذا ضمت عينة ممثلة لهذا المجتمع 20 طالبا أعمارهم أقل من 13 عام، هنا 20 طالبا اللي هم أقل من 13، هنا 20 طالبا أقل، يعني من ال 100 خد 20 بس. ما العدد المتوقع للطلاب الذين أعمارهم 13 فيما فوق؟ هنا إكس. فهنا نستخدم التناسب يا جماعة، هنا نستخدم التناسب، فنقول إكس على 250، طبعا التناسب نقراه من أي اتجاه زي ما أنتم عارفين، إكس على 250 يساوي 20 على 100، ونحل التناسب ده بكل بساطة وبكل جمال وبكل أريحية. أهو شايفين البساطة، شايفين السهولة، الله الله. اشطب بقى الصفر مع الصفر دي، خلاص. واضرب هنا في 250، واضرب هنا في 250، راحت 250، فالإكس يساوي 2 في 250 يساوي كام؟ ممكن كمان نشطب الصفر ده مع الصفر ده، 2 في 25 ب 50 على 1 يساوي 50. إذا تستطيع أن تختار 50 واحد من اكس دي طلعت 50 معانا، وهذا هو الحل في الكتاب باستخدام التناسب. اوكي. السؤال الاخير يا جماعه، في صف حمد يدرس الطلاب عدد اعلانات السيارات التي تعرض على التلفاز بين الساعتين 6 و8 على مدى 5 ايام، اي عينه من الافضل ان يستعملها راشد؟ ركزوا معايا يا جماعه، تعرض اعلانات على التلفاز من الساعه 6 ل 8 على مدى 5 ايام، اي عينه من الافضل ان يستعملها؟ اول حاجه الاعلانات المعروضه بين الساعه 6 و8 مساء كل يوم، اول 5 اعلانات كل 5 ايام، الاعلانات المعروضه بين الساعه 6 و7 في يوم اختير عشوائيا، الاعلانات المعروضه بين 6 ونص و7 ونص مساء في 3 ايام اختيرت عشوائيا. ايه رايكم؟ ما الحل الان؟ الحل الاول، الاختيار الاول ليس صحيح، لأن هنا يا جماعة ده المجتمع كله، الإعلانات المعروضة بين 6 و8 ده المجتمع كله. إحنا عاوزين عينة، بيسألني أي عينة. أول 5 إعلانات ده بقى غير صحيح، طبعًا كده ده مش اختيار عشوائي. الإعلانات المعروضة بين 6 و7 كده إحنا كنسلنا من 7 ل 8 دي، خلاص ما خدهاش أبدًا وده غلط. الحاجة الأخيرة يا جماعة، الإعلانات المعروضة بين 6 ونص و7 ونص مساء في 3 أيام اختيرت عشوائي. يبقى أنا خدت من الأيام الخمسة 3 أيام عشوائيًا، واخترت من 6 ونص ل 7 ونص، باعتبار ده يعني ايه من منتصف المسافة بين 6 و8 او 50% الوسطى من التايم بتاعي. يعطيكم العافية يا جماعة، اتمنى تكونوا فهمتوا الدرس، شكرا جزيلا، واراكم على خير، بارك الله فيكم.